كلام الليل. تحياتي، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. كلام الليل متواصل معكم حتى للعشرة. اخر حكايه نسمعوها من عند مريم. مريم تكلم فينا من صفاقس. مرحبا بك مريم، شو احوالك؟ الحمد لله، لاباس. لاباس عليك الحمد لله. قريب ترقد؟ لا لا، اي بيه، صوتك في الدنيا هكا خافت ديما. اي تقرا تخدم، شو تعمل في الدنيا مريم؟ عديت الباك وما نجحتش. مش نهاية عالم. باكسيون. اي مش نهاية عالم، قلت لك. تفكر تعاود ولا باش تشوف حاجة أخرى؟ لا لا، تشوف حاجة أخرى. باش تشوف حاجة أخرى، وين ماشي التخمام نتاعك؟ فاش تفكر؟ فارماسي. باهي، فورماسيون تصير. باهي باهي باهي، معقول. فايدة تاخذ الأمور بجديات كبيرة وتخدم على روحك وتثني الركبة وهذيك هي، هذيك ربي شنو حب. ها هاكا ولا يا مريم؟ اي صحيح. باهي، قولي لله، من وين نبداو الحكاية؟ نبداو من 2018. باهي، أنا ثم حاجة نحب نفهمها، يا أخي شنو هي الحاجة اللي تخلي إنسان يحكي بعد عامين؟ انه بعد ساعات فما انسان يقول لك انا الحكايه مشيت على روحها خلنا ننساها. بعد عامين شو الحاجه تخليه يهز التليفون يكلم راديو يقول نحب نشارك؟ استنيك بس ياخذ لي حقي الحقيقه وما خذ لي حقي حتى حد، معني شكيت وكل شيء. استنيك والحكايه الحقيقه انت ما بردتش عليها. جزاء البروف نرفي ديما وكل زيت ديما تتحير. شو الحكايه بالضبط؟ قلنا نفهم مريم الأول. عام 2018 8 نوفمبر، عندي في الدواء وبقيت أنا آخر واحدة في الكلاس. تقرأ وقتها في الليسي؟ أي عندي في الدواء وقتها. جيت شمل الورقة باش نخرج، معناها صار التحرش وقتها والقاعة ترمونوف، معناها بعيدة على القاعة الأخرى والخمسة وقتها زي فراغ الليسي. ما جمت أعمل حتى رياكسيون، خرجت نبكي وكله. كي وصلت الحكاية للمديرة متاع الليسي. تحرش لفظي؟ لفظي في الوقت ذاك؟ لا لا، مش لفظي، مادي. وقت كي مشيت يعني بقيت نستنى في بروفا، عندي بروفا نحبها ياسر، نحكي لها كل شيء. بقيت نستنى نهار اثنين، يعني من نهار الخميس نهار اثنين نستنى فيها. كي مشيت قال في الإدارة وكل شيء، قال نادي المدير قال لي فكري على الحكاية ولازمك تنسيها ودرا شنو، ما هو الا بروف كلهم باش يكذبوك شنو قيمتك حذاه ودرا شنو معناها. وقال لي بالك تستخايلي ماني زاد، وجاتني اكثر الحكايه كيف قال لي اسكتي وكل. بعد هيك قال لي بيه تو نبعث فاكس للاداره الجهويه وبقيت انتك اللي حب تصيب باش ما نشكيش معناها. يعني استنيت جمعه كامله ومن بعد مشيت شكيت، مشيت شكيت الفرقة مقاومة الإجرام ضد الطفل والمرأة في المحرس. وقالوا لي على أساس معناها بحثت وكل شيء وصرت البحث الكل وصار كل شيء معناها. وقالوا لي شهر ونعملوا لك المحكمة. إلى يومنا هذا اللي كلموني ولا عاودوا يكلموني ولا صارت محكمة لا حد شيء. جيت العين في العين معاها السيدة ذايا؟ إي تواجهنا تواجهنا وواجهوني معاها وجودي نادوا شكون قدم زاد ولا منهم بروف من بروف كيفاش قلت لهم اللي هي حكي الكل. والى يومنا هذا الى يومنا هذا وديما نرى فيه فهمتك توجعني برشا الحكايه. نحب نعمل رياكسيون اللي ما عملتهاش في لحظتها وبعد نقول لي امشي. شنو الرياكسيون اللي حبيت تعملها؟ ما هو تصور كلام باش يخرج في الوقت هذاك، مش رياكسيون ماديه، تصور كلام. لا لا، يعني كان على بلاصتك قتلت والله. ماهوش كلام، الكلام ما يكفيش وما يبردكش، يعني قبل ما تقول ما تبردش على الحكايه. خاطر سبحان الله ما عندي حتى ذنب وما عملت لا شيء. هو شوف، احنا نحترمه ونقدره ونعزه، ما تصوروش قديش الناس اللي قراونا وراهو خنقولها، راهو ما ثماش قطاع في الدنيا هذه نجم نقولوا الناس الكل اللي فيه باهي، كل قطاع فيه الباهي وفيه الخايب. شفناها وقلبنا وجعنا لما ثبتت، لانه احنا ما احناش محكمه هونية. انت مريم جيت باش تحكي حكايتك باش نفهموها، اما لما ثبتت التحرش الجنسي شفناه من بعض رجال التربيه والتعليم، راه ما تصورش قديش وجعتنا الحكايه وقت القضاء قال كلمته وتسكرت الحكايه، لانه ما تصورش قديش نحترموهم الناس هذوما وعندنا امال كبيره برشا اللي هما باش يطلعوو اجيال كبيره، ولكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. راه سوي بعدينا مش قد في
في الدنيا هذه. وانت قبيله ديجا قلت قلت فما اساتذه نسمع فيك مريم برشا راهم جو اساتذه معاي ومعناها كانوا متوقعين منها الحكايه فما شكون كان متوقع منها الحكايه. شنو كانت رده فعل داركم في الوقت هذاك لما حكيت لهم؟ دارنا معناها كانت رده فعل كلمه قويه اما وصلتك حتى خوي معناها كان باش يرد فعل كويس معناها اما فهمت المركز قالوا له خليته ياخذ لك القانون حقك وحق اختك وكل شيء خير ما يمشي حق اختك. واستنينا 3 سنين القانون ما خديش الحق صراحة معناها يعني انك تستنى معناها وتحط ثقتك الكل في القانون بعد ما يخدلكش حقك هذه حاجة خايبة ياسر راهي صدمة وبعد صدمة معناها تجي. هو ذاك اللي لازم يشير الانسان يكون عقلاني يعني يستنى القضاء اللي يبت في الموضوع. اما كما قلت اي مواطن في الدنيا هذه يحس حقه مهضوم ما يرتاحش الله يبارك اللي غلط لازمته يخلص مثبتت الحكايه وانه كلامك طلع صحيح ديما نعاود نقول اللي غلط في الدنيا هذه يخلص فما حتى حد فوق القانون يا مريم. تبدلت حياتك بعد هو لما قلت لي الداد ديجا حسيتها تبدلت حياتك بعد التاريخ هذاك معناها تبدلت حاجات خلية معناها المادة اللي صارت لي معناها البروف نتاع المادة هذيك وليت نكره المادة هذيك كومبليمون اللي كنت أنا نحبها ياسر وناخد منها ياسر ما عادش خدمت لها وبريسك خاصة في العام اللي صارت لي فيه الحكاية ما نحضرلهاش أصلا نتاع المادة هذيك. يقريك في القسم هو ولا جست يعس عليك وقتك هو؟ لا يقري فيا يقري فيا وقتها دوار كونترول. ما بدات ما ننساش 8 نوفمبر 2018 معناها الحكاية ما تنساش أصلا ثلاثة هو ريسك عامين فكرت الحكاية وما نسيتهاش العام 3 سنين ما نسيتهاش خاطر لتو ما بردتش معناها لتو لا خذيت حقي ولا وندمت يعني ما رديتش. هو إيش نقول لك معناتها أنا نحييك على حاجة أنه مريم أنت شجاعة لأنه في الوقت هذاك تكلمت ثم برشا بنات يبلعوا سكينة بدمها ما يتكلموش واختاني من المشاكل ونخاف وغيرها من الأمور هذه الكل. أنا نحييك على حاجة إني أنت الشجاعة راهي مهمة في بعض الأحيان باش الإنسان يوقف كل إنسان أخطأ في حقه وتجاوز الخطوط الحمراء وخرج من اللي لازم يصير في ثم حرمة في البلاصة هذيك فكل اللي غلط يخلص في الوقت هذاك. ما هو ما خلص معناها هذه الحكاية إنه تو تشجع إنه البنات يزيدوا يسكتوا خاطر يقول لك هذه معناها سكتوا وما خدتش حقها. معناها القانون ما خذلاش حقها معناها كي نتكلم كي نسكت ولا الحكاية صارت مع زميلتك مثلا كيف حكيتوا بنات مع بعضكم حسيتوا انه الحكايه تعاودت مع هما حتى كانوا باش يشهدوا صحابي على برشا قضيه صاروا تهددوا من قبل المدير ومن قبل البروف على خاطر نوت وعلى خاطر ولات الحكايه فهمت فيها كي تو نطيحك تو نترشني تو نترشني وصراحه لدرجه اني معناها عملت تسجيلات راهو التليفون نتاع صاحبتي وكل شيء تلمو سي بقوا سنين وسنين والمحكمه ما صارتش تكسر التليفون هكا مشو التسجيلات وكل شيء معناها وني نستنى على امل انهم ياخذوا لي حقي وشيء. ملي قدمت القضيه صارت مكافحه بيناتكم وقتها في ال اي هي عاملين مكافحه قلت لك البحث كان يمشي معناها سي الدوسي تملوا قالوا لي راه باش يتعدل دوك الجهات شنو يقولوا لك اليوم لما تمشي للمركز باش تقول وين وصل الدوسي وين وصلت الحكايه شنو يقولوا لك؟ ما مشيتش معناها بديت نستنى هيك كانوا يكلموني معناها كل يوم نقول اعطوا نفيق يكلموني تكلموا بابا تكلموا حكايه اما شيء اللوم عليك شويه انت زاده في الحكايه هذه لانه تعرف انت اجراءاتنا الاداريه في تونس بصفه عامه راهو شويه ملحنه وشويه مرتبط لجين انت زاده لازمتك تحرص اكثر على الملف نتاعك واذا كان عندك حق ان شاء الله تاخذه ديما نقولوا العهده على الراوي يا مريم على الحكايه اللي انت حكيتها حاجه بركه الدنيا مازالت قدامك مازالت صغيره 20 سنه ان شاء الله صحيح. واضح مريم وقتاش تبدا الفورماسيون نتاعك؟ والله مش عارفه هو سيتي حل في ديسمبر وهو لله محمد رسول الله بالكونكور معناه بالكونكور ان شاء الله يقبلوك في الكونكور اللي تحب عليه ان شاء الله يعيشك الدنيا قدامك مازالت نشكرك برشا مريومه ربي فضلك يعطيك الف صحه. مريم من بين البنات اللي تكلمت ديما نعاود نقول العهده على الراوي على السنه هي اللي قالت من بين البنات اللي
القلائل اللي تكون شجاعة وتقول تعرضت إلى التحرش الجنسي. مشكلة كبيرة قد تكون برشا فينا حبوش حكيو فيه السجي هذايا، أسكت ما تتكلمش، أستر مستر ربي وغيرها من الأمور موجود في